طبعا مستوى الرياض حاجة طبعا، يعني أنا الواحد ما فيش يعني بعد مستوى الرياض ما فيش حد هيجي بعد مستوى الرياض، ولا مستوى الرياض ولا مصطفى عبد. بالنسبة لكابتن مصطفى رياض دي حاجة، يعني أنا يعني كنت أصغر واحد فيهم هنا مع الشاذلي ومصطفى رياض، وكنا الواحد بيتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، وأنا كنت صغير كده عندي 12 سنة كنت نفسي أبقى يعني ألعب مع مصطفى رياض والشاذلي. وفعلا حضرتهم يعني الحمد لله، وقعدت 7 سنين معاهم الحمد لله رب العالمين، لغايه ما هو بقى مشرف وانا بقيت مشرف وبقيت مدرب في منتخب مصر نفس الكلام يعني. لكن الكابتن مصطفى رياض ما بيتقدرش بمال، ولا هو ولا الكابتن شاذ الله يرحمه، ولا مصر هتعوضهم عشان تبقى عارفه. بالنسبه لكابتن مصطفى عبده نفس الطريقه، مصطفى عبده ما فيش حد هيجي بعد مصطفى عبده في مصر كلها، يعني نفسنا نشوف حد يكون كويس. شوف حسن علي، شوف رافت ميكن، شوف شكر عبد الفتاح، شوف الخطيب، نشوف مختار، نشوف الناس دي، حسن حمدي، كل الناس دي. وفي الزمالك حسن شحاته الله يرحمه، وطه بصري، وفاروق احفر، والناس دي، وعادل مأمور. يعني جيل فعلا، يعني جيل ذهبي لمصر كلها. بس معلش الحمد لله رب العالمين ما كانش فيه يعني حظ ان احنا يعني نخش كاس عالم، نخش يعني من الحظ ما وقفش جنبنا ان احنا نخش كاس عالم. كابتن مصطفى رياض يعني هو طبعا يعني هو بيقول لما تيجي تقول مصطفى رياض بقول الشاذلي معاه، يعني الشاذلي ومصطفى رياض. اولا اي حد في جمهوريه مصر العربيه في الانديه بتاعت مصر كلها يتمنى كانوا يلعبوا مع كابتن مصطفى رياض وكابتن الشاذلي. وكان عندنا برضك في كابتن ابراهيم الخليل، ده من احسن السرد باكات في جمهوريه مصر في افريقيا كلها الله يرحمه، محمود حسن، وكان عندنا مجموعة جميلة جدا وبتاع. الناس دي ما بقول لحضرتك ما تتعوضش، يعني الناس الجيل بتاع ناتر سنة ده اللي هو جيل الستينات ما يتعوضش. أنا بالنسبة لي كان حلم إن أنا يعني أنزل الملعب وكابتن الشاذلي يبقى قدامي هو كابتن الفرقة، أو كابتن مصطفى رياض هو كابتن الفرقة. والحمد لله ربنا ناولها لي، وحتى في منتخب مصر يعني مرة بنلعب تونس هنا في نادي الزمالك كان كابتن مصطفى رياض هو كابتن الفرقه، وكان معانا كابتن ابو العز، كنت انا وابو العز ومصطفى رياض ثلاثه من الترسانه. فيعني الناس دي ما تعوضش فعلا يعني. وبعدين هقول لحضرتك على حاجه، يعني هي مش مصطفى رياض والشاذلي والناس دي كلها، لا ده في مصر كلها ناس ما تتعوضش. في محمود الخطيب ده حاجه طبعا، يعني في مختار حاجه مش قادر اقول لحضرتك يعني. يعني في مجموعه ده جيل، يعني جيل يعني حاجه ما شاء الله. يعني عاوز تقول ايه لحسن يوجا كابتن حسن علي؟ اشكره على كلامه الحلو دوت، وانا بشكره جدا، وربنا يديله الصحه. تتقابلوا في النادي يوميا يا كابتن؟ مين تتقابلوا في النادي يوميا؟ والله انا ما بروحش النادي كتير، انما الوقت اللي بروح فيه في الحظ اللي انا بشوفه، يعني بشوف اطمن عليه وبكلمه في التليفون يعني.